ادريس نورد، يعني اللي هو انت استغربت واللي هو السلايدز كانت شغالة وبعد كده انت ايه شخرت، يعني سنورد يعني شخرت نمت بمعنى اصح، وانت بتتفرج على برزنتيشن علشان خاطر كان فيها كلام ملخبط او كلام كتير او ضغط يعني او زهقت او ايا كان يعني. وبيقول برضو ان انت يعني دول الحاجتين اللي ممكن يخلوا البرزنتيشن مش كويسة، اول حاجة انها تبقى مملة بشكل او باخر وهنشوف ازاي، والحاجة التانية ان انت ممكن توصل اللابتوب بتاعك والبروجيكتور وتلاقيك ان انت معرفتش تعرض، فممكن يبقى في مشاكل في المكان نفسه او مشاكل خارجة عن ارادتك. فهنشوف بقى الحاجتين دول ومعاهم حاجات تانية ازاي نعمل علشان نعمل يعني what makes a presentation work، عشان البرزنتيشن تبقى فعلا فعالة محتاج ان انت تتكلم بباشن كويس قوي، يعني تبقى انت حاسس الكلام اللي مكتوب وفي نفس الوقت انت اللي كاتبه وعارف تعمله، ما يبقاش فاهمه كويس، وان الكونتنت نفسه يبقى جيد. ما ينفعش اروح ادي برزنتيشن في ايا كان بقى، سواء شغل او حاجه بره الشغل او ايا كان، ما ينفعش اديها بكونتنت اهبل يعني. ودليفري سكيلز اللي انت بقى تبقى ازاي تقدم اصلا البرزنتيشن، فلازم يبقى عندك شويه سكيلز، والبراكتس ان انت لازم تتمرن قبليها كتير قوي، والفيجوال ايدز ان لازم يبقى فيها حاجات في فيجوال كتير علشان خاطر تجذب الناس. طيب اول حاجه السيت اب. سيت اب يعني ايه؟ سيت اب يعني المكان نفسه لازم نظبطه. فعلشان قبل البرزنتيشن، قبل ما تبدا ميعاد البرزنتيشن، لازم تروح المكان وتشوف السكرين نفسها والايمج بتاعت السايز بتاعت الايمج على السكرين، يعني السكرين بقى سواء هي كانت شاشه مثلا تلفزيون او ال سي دي مثلا صغيره، ولا رول اب اللي هي بتتشد الابيض ديت علشان خاطر تبقى شبه السكرين اللي بيتعمل عليها البروجيكتور، ولا حيطه مثلا زي في بعض الاماكن تبقى حيطه بيضه خالص ويتعمل عليها، ولا في بعض الحاجات عندنا مثلا في الكليه في مبنى المكتبه بتعمل الرسائل، يعني مناقشه الرسائل الدكتوراه والماجستير، في قاعه كبيره كده في شاشتين كبار للاودينس للناس اللي قاعده الحضور، والمحكمين او الدكاتره بيبقى كل واحد قدامه شاشه صغيره زي بتاعه التلفزيون او زي بتاعه اللابتوب يقدر يبص فيها. فعلى حسب كل المكان والشاشه بتاعته شكلها عامله ازاي، ولازم تظبط الايمج سايز بتاعه البروجيكتور. فمحتاجين الناس اللي ورا اللي قاعدين في الاودينس بقى، الناس اللي قاعدين في اخر صف محتاجين يشوفوا، والناس اللي قاعدين في اول صف ما ينفعش يبقى الصوره داخله في وشهم، يعني لازم تبقى اعلى شويه من راسهم علشان خاطر يقدروا يبصوا. دي مهمه جدا انك لازم تعملها من قبل ايه يوم البرزنتيشن. تاني حاجه المسافه ما بين السكرين وما بين الاودينس. فاول رو اللي هو اول صف خالص لازم تبقى المسافه ما بينه وما بين السكرين توايس الايمج هايت، يعني لو الهايت بتاع الايمج اللي هو الارتفاع بتاع الايمج مثلا 10 سم، احنا هنتكلم حاجه بس صغيره يعني 10 سم، يبقى المسافه 20 سم، متر يبقى مترين. اللي هو الاخر رو بقى اخر صف خالص لازم تبقى اقل من 8 اضعاف الهايت، يعني لو كانت 10 سم دي لازم يبقى اقل من ايه من 80 سم، لو متر يبقى لازم يبقى اقل من ايه 80 متر 8 متر سوري. فيبقى برضو لازم تقرب طبعا في بعض الاماكن مش هتقدر تعمل الكلام دوت، مش تقدر تشتغل في السيتنج ديستنس بالذات يعني، بس على قد ما بتقدر ممكن ساعتها نعمل ايه، نقول مثلا للناس ما تقعدش في اول صفين وما تقعدش مثلا في اخر صفين، بحيث ان الصفوف اللي في النص هي دي اللي هتمشي مع المعادله اللي احنا عملناها دي. لو كانت المكان مش كراسي محدده زي المدرجات بتبقى كراسي موجوده محطوطه، وانت لو كانت كراسي مفرقه يعني فاحنا ممكن احنا نوزع الكراسي بحيث ان احنا نزود الايه الرؤيه، يعني ان احنا نوزع الكراسي بقى بالشكل اللي احنا عايزينه بحيث ان احنا نزود الرؤيه. تاني حاجه تالت حاجه البروجيكتور. يبقى اول حاجه اتكلمنا فيها السكرين والايمج سايز، الشاشه نفسها.
تاني الحاجة التانية بعد الشاشة عن الناس اللي قاعدة. بعد كده البروجيكتور، لازم البروجيكتور يبقى على شلف، يبقى فوق، يبقى موجود فوق علشان خاطر ما يحجبش الرؤية عن الناس اللي قاعدة. يعني ساعات لو تفتكر، لو تلاحظوا يعني ان في بعض الاماكن تلاقي الناس قاعدة خالص كده وقدامهم ترابيزة، والترابيزة دي عليها بروجيكتور. لو في المحاضرات، في المدرجات عندنا دلوقتي بعد التجديد حطوها فين؟ حطوها في السقف. فبقينا بقت دلوقتي مش بت ايه مش بت مش بتعيق الرؤية. وبعد كده لازم يكون اللينس نفسها اللي هي العدسة بتاعة البروجيكتور تبقى أولا واضحة وما تعيقش الرؤية برضه. طيب اللايت اللي هو الإضاءة، رابع حاجة اللي هي الإضاءة، لازم الإضاءة تبقى خافتة شوية عشان خاطر ضوء البروجيكتور يبقى ضوء السكرين يبان، يعني البرزنتيشن نفسه يبان. ولو في إضاءة في السقف قريبة للسكرين يفضل إنها تطفي خالص عشان ما تضربش فيها. فيبقى الايه السيتنج اللي هو السيت اب سوري اللي قبل البرزنتيشن نفسه، ده مهم جدا في اي برزنتيشن لو تقدر تعمله. يعني لو تقدر تعمله، في حاجات زي ما قلنا ممكن ما نعرفش نعملها بس نعرف نتصرف. طيب بعد كده لازم تبقى متحضر، prepare properly، لازم انت فعلا تكون محضر نفسك كويس قوي، توصل قبليها ب 30 دقيقة مثلا، تتأكد ان كل الحاجات شغالة، تتأكد من مكان السكرين، تتأكد من اللايت وان هو موجود اصلا، يبقى معاك ريموت كنترول، ويبقى معاك باك اب بيرسون يقدر ايه لو في حاجة، في مشكلة او في حاجة ممكن يروح يتصرف على طول. بعد كده بقى ازاي الدليفري تيبس، زي ما قلنا احنا في حاجة اسمها دليفري سكيلز اللي هو ازاي اوصل المعلومة للناس، ان انا ما اقراش السلايدز. يعني وانا قاعده معاكم كده ما اروحش اقول ايه do not read slides, distribute handouts after your presentation, never apologize. مش هينفع اقول الكلام ده كده بس وخلاص واقلب السلايد على طول، لا انا بشرح، انا بدي ايه. لو انتوا شايفين اصلا ان البرزنتيشنز بتاعتنا كلها في المحاضرات عباره عن بوينتس صغيره، واحنا بنقول اللي ورا البوينتس دي. في بعض الناس ممكن تكتب نوتس في قدامها علشان تفتكر الحاجات اللي هي عايزه تقولها ورا البوينتس دي، وفي ناس خلاص هي الموضوع هي عارفه هي هتقول ايه. حته الديستريبيوت هاند اوتس ديت انه ممكن بعد ما تخلص البرزنتيشن توزع ورق باللي كان مكتوب في البرزنتيشن او بوينتس او حاجه تشرح او حاجه. وهنقول بعد كده ان انت محتاج اصلا يبقى معاك هاند اوتس احتياطي عشان لو مثلا الكهرباء فصلت والناس مش عارفه تشوف، فانت محتاج توزع لهم هاند اوتس، بس مش هاند اوتس بقى يعني برينتد، يعني برينتد فورم من البرزنتيشن، كانك بتطبع السلايدز وتوزعها لهم عشان يبقوا عارفين ايه اللي بيحصل. نيفر ابولوجايز ان هو لو حصل حاجه غلط في النص ما تفضلش طول ما انت قاعد معلش انا اسف اصل مش عارفه ايه اللي حصل. يعني حته انك تعتذر كتير عن حاجات خارجه عن ارادتك او حاجات كتير، دي بتقلل من انك بتعرف توصل المعلومه. ممكن اعتذار بسيط، حاجه معلش يا جماعه احنا متاسفين على اللي حصل، ايا كان حاجه كده بس وخلاص، لكن ما نقعدش نعتذر كتير. بعد كده في حاجه اسمها بلاتفورم بيتفولز، يعني وقعات، حاجه اسمها جليتشز وهنعرف يعني ايه، وبلاندرز ومي شيبس. الجليتشز يعني خلل، حصل خلل معين، وده الترجمه الحرفيه يعني. البلاندرز يعني خلل جسيم يعني، او يعني نقدر نقول انه ايه مثلا اقولها لكم ازاي، هو خلل برضو بس يعني ايه خلل كبير شوية. هي كلمات احنا بناخدها يعني ممكن تبقى خلل فادح، يعني عارفة حاجة كبيرة شوية، احنا كلمات بس احنا هي دي معناها الحرفي، بس احنا هنشوف معناها بالنسبة لنا عبارة عن ايه. الكلمة الأخيرة اللي هي مي شيبس، يعني ممكن تبقى حوادث أو حاجة خارجة عن إرادة الواحد، حاجة من بره يعني. وده فعلا تقريبا ترجمة الحاجات اللي احنا هنشوفها دلوقتي. طيب
ايه بقى الحاجات اللي فاتت ديت، ايه اللي ممكن يحصل فيها واحنا في البرزنتيشن؟ المايك يقف، الكمبيوتر يفصل، انت اصلا دماغك تفصل، ما بتبقاش عارف تقول ايه. يعني كنت ناوي تقول حاجه وبعد كده مره واحده تلاقيك سكت كده ومش عارف تتكلم. ممكن ايه تاني؟ الفايل الارم يضرب، يعني في مشكله حصلت، ما يا اما حصلت منك يا اما حصلت من الاجهزه يا اما حصلت من حاجه خارجيه خارجه عن الاراده. في كل الحالات اللي هيحصل مش مشكله ايه اللي حصل، لكن المهم ان ايه اللي انت هتعمله. يعني ايه بقى اللي انت هتعمله لما يحصل حاجه زي كده؟ اول برنسبل موجود او اول حاجه عشان نقدر نتعامل معاها انك تعمل كونكشن، كونكت مع الناس. طب هتكونكت ازاي؟ تبص لهم في عينيهم، تتكلم باقناع، تتكلم كلامك يبقى مرتب، تبقى لابس لبس كويس، ما تقولش كلام جارح. لما تيجي تتكلم لازم يكون الاقناع بتاعك فعلا ليه كريدت. يعني ما اجيش اقول لهم مثلا، اجيش اقول لكم يا جماعه انتوا محتاجين مثلا تشربوا كوبايتين ميه في اليوم. طب على اساس ايه كوبايتين ميه دول؟ مش معنى كوبايتين مش 10 مش 6 مش 4 زي ما الناس بتقول، ولا مش 6 زي ما الناس كلها بتقول. لازم يبقى عندي كريدت. يعني يا جماعه في دراسه اتعملت مثلا في الجامعه الفلانيه بتقول ان كوبايتين ميه في اليوم هيعملوا كذا مثلا. يعني تقول قصص تربط الناس بيك. يعني مثلا تقول احكي لكم انا وانا مثلا بتكلم دلوقتي، انا ممكن احكي لكم مثلا وانا في الدكتور في رساله الماجستير بتاعتي. احنا رساله الماجستير اي سواء رساله او دي بنعمل قبليها حاجه اسمها سيمينار. فالسيمينار ده الناس بتيجي وتقعد وانا اشرح لهم انا عملت ايه. ده كان قبل المناقشه خالص، بحيث ان لو حد عنده من الدكاتره تعليق يعرف يقوله لي وانا اعرف اعدله. فاللي حصل ان فعلا في المناقشه في السيمينار بتاعي قبل مناقشه الماجستير، انا جيت والدكاتره قعدت وقعدت اشرح واتكلم، وبعدين في دكتور دخل في نص البرزنتيشن. فالجزء الاولاني اللي انا كنت بشرح فيه الانترودكشن والدنيا ماشيه فيه ازاي، هو ما حضروش، فهو داخل على الجزء الاخير. فدخل ما بقاش عارف هو بيقول هو ده سيمينار نهائي ولا سيمينار مبدئي. احنا بنعمل سيمينارين، سيمينار في اول البحث خالص نقدر نقول، بنبدا نقول يا جماعه انا هشتغل في النقطه الفلانيه وهبحث على النقطه الفلانيه وتقريبا الخطه بتاعتي هتبقى كذا. ايه اللي هيحصل؟ ده المتوقع، الله اعلم ايه اللي هيحصل. فبيبقى سيمينار مبدئي بس بعرض الفكره، عشان برضو لو حد عنده فكره ان انا اعملها او اطبقها او بروسيدجر معين او طريقه برنامج معين او فكره معينه يقولها. وفي سيمينار في الاخر بقى بعد ما بخلص الشغل بقوله، الناس ادوا ابروفل في الاخر بناقش. هو حصل دخل ما بقاش عارف هو الكلام دوت مبدئي ولا مش مبدئي، فقعد يتكلم بطريقه يعني شويه مش ظريفه، وانا طبعا كنت لسه صغيره والموضوع طبعا بيبقى فيه رهبه شويه كده، فايه قعدت اعيط والدنيا باظت. هو ده طبعا انا ما كانش ينفع اعمل الكلام ده، بس انا كنت لسه صغيره والموضوع تقيل. فدي بقى دي حق اللي انا بحكيه ده كله، دي حاجه زي اسمها engaging story. انا خدتكم من الكلام اللي احنا بنقول عليه ودخلت في حاجه ستوري، قصه ربطتكم شويه بالموضوع وخلتكم يعني نفصل شويه عن المود اللي هو الجد شويه، ونخش في حاجه فيها ضحك، فيها هزار، فيها ستوري ظريفه، فيها قصه ليها مورال، ايا كان الحاجه. فحته الانجيجنج ستوريز دي بتخلي البرزنتيشن بتروح حاجه تانية. واكيد انتوا بتلاحظوا في المحاضرات اللايف بالذات، يعني يمكن الاونلاين دي بتبقى جافه شويه، في اللايف بالذات الحاجات اللي اون كامبس يعني في الكليه، بتحسوا ان انتوا في بعض الدكاتره بتحبوا تحضروا لهم اكتر، لان هم بيبقوا ظراف، بيهزر، بيقول حاجه يمين، بيقول حاجه شمال، بيحكي لكم حاجه حصلت في بيربط لكم الحاجه بالواقع شويه. فتلاقي الموضوع ده بيبقى أظرف شوية، وتلاقي إنها بتستقبل من المحاضر أكتر بالطريقة دي. طيب إيه تاني بقى؟ بقية الكونكشن نعمل إزاي؟ يعني بتتكلم في ديالوج، يعني connecting turns audience into partners. يعني إيه؟ يعني زي دي طبعا ما تنفعش في الأونلاين خالص، وأنا قاعدة معاكم مثلا في المحاضرة في المدرج أقول لواحد طب إيه رأيك تعمل كذا؟ طب انت شايف تعمل ايه؟ طب ايه رايكم يا جماعه؟ طب حد عنده فكره في الموضوع دوت؟ ونفضل
ايه الكلام يبقى رايح جاي. ولو انا متوتره من الكلام بحاول ان انا ايه ما ابصش عليه او اتغاضى عن التوتر يعني اوجه نفسي لحاجه تانية. اسمع، اضحك على الجوكس اللي ممكن تكون سمعتها قبل كده. هم ممكن يساعدوك، يعني لو في حاجة حصلت مشكلة ممكن هم يساعدوك. لما انت تعمل معاهم كونكشن ممكن هم يساعدوك. مثلا في آخر محاضرة ليا في الكلية، يعني لا اللابتوب مرضوش يشتغل على البروجيكتور خالص، وعماله بقى اعمله ومش عارفه ايه وبتاع، فحد من الطلبه راح قايم وراح مظبطه لي وعمله يعني. فخلاص يعني بقى في كونكشن ما بيني وما بينه. تاني حاجه احنا قلنا اول حاجه كونكت، الفيرست برنسبل ده كونكت. تاني واحد اسمه بي بريبيرد. بي بريبيرد ده اسمه، ده اصلا الشعار بتاع الكشافه. يعني لو حد فيكم كان دخل كشافه قبل كده في المدرسه او في الكليه، الشعار الاساسي بتاع بادن باول اللي هو بتاع الكشافه اسمه بي بريبيرد، خليك مستعد لاي حاجه تحصل. انت اي حاجه هتحصل محتاج ان انت يا اما تكون مستعد لها من الاول، او انت عندك فكره ايه اللي ممكن تعمله بعد كده. فانت هتفكر ايه المشاكل اللي ممكن تحصل وتفكر لها في حلول. هو ده الموتو او يعني الشعار بتاع بي بريبيرد. طيب الثلاث حاجات بقى اللي احنا قلنا هنتكلم عنهم ايه؟ الجليتش والبلاندر والميشي. الجليتش ده عندنا اللي هو حاجه ميكانيكال فيلير، يعني اللابتوب ما اشتغلش، المايك وقف، البروجيكتور حصل له مثلا الصوره بتاعته باظ، ايا كانت الحاجه دي. البلاندر ده هيومن ايرور، انت بقى ما عرفتش تتكلم، نسيت حاجه، قلت حاجه غلط، اي حاجه من الحاجات المتعلقه بالانسان. المي شيب اللي هو البوتنشال ايمرجنسي، حصلت حاجه، حادثه فجاه خارجه عن اراده الانسان، حد تعب من الاودينس مره واحده، انت تعبت، في ناس مثلا بيغمى عليها وهي بتعمل برزنتيشنز، خصوصا في الحاجات لما تبقى هي بتمتحن، يعني ماجستير دكتوراه، طالب مثلا بيقدم حاجه معينه، ممكن زي ما قلنا قبل كده الفايل الارم يضرب، حريقه تحصل، ايا كان حاجه بقى ايه بوتنشال خارجه عن ارادتك. ده هيبقى ايه محتاج البوتنشال ايمرجنسي دي، محتاجه ايميديت ريسبونس، محتاج ان انت تتحرك بسرعه في ساعتها، و مش محتاج تتكلم، محتاج ان انت تعمل، يعني مش محتاج تقول معلش يا جماعه في حريقه نتفضل نمشي، لا امشوا يا جماعه، يعني ايه تروح قايم ومشي الناس معاك يعني. طيب الجليتشز بقى اللي هي عباره عن ايه؟ الجليتشز قلنا الميكانيكال فيلير، لازم يبقى عندك باك اب فور شور. يعني مثلا وانا رايحه البرزنتيشن بتاعتي في الماجستير والدكتوراه كان معايا لابتوب تاني عليه كل حاجه، ومعايا فلاشه عليها حاجه تانيه نفس الحاجات تاني. طبعا دي الحاجات اللي اقدر اعملها. قبل ما تروح لازم نتكلم، قبل ما نروح البرزنتيشن لازم انا رحت المكان وتاكدت ان الحاجه شغاله، وشغلت اللابتوب بتاعي وحطيت الفلاشه في اللابتوب اللي هناك او في الجهاز اللي كان موجود هناك، وتاكدت ان كله شغال علشان خاطر ابقى عارفه ايه المشاكل. الباك اب هيخليني ان انا في ساعتها اشيل واحط واظبط الدنيا على طول. بعد كده لما يحصل حاجه زي كده انا هفوكس على الاودينس والمسج مش البروبلم، يعني مش لو البروبلم ما اتصلحتش هكمل، يعني حصل لابتوب عمل، طب معلش يا جماعه انا ممكن اشرح لكم بالطريقه الفلانيه، طب انا معايا هاند اوتس زي ما قلت من شويه وهنتكلم عنها اللي هي برينج هاند اوتس، ان انا يبقى معايا شويه الكوبيز من السلايدز نفسها اديها للايه للناس، وبحيث ان انا اقدر اكمل من غير ما يبقى فيه ايه برزنتيشن شغال. يوز وان لاينر، وان لاينر كلمه وان لاينر دي يعني نكته، يعني افيه، يعني مثلا شويه يا جماعه ايه معلش، يعني اي حاجه بقى حصلت هنروح افيه، اصل احنا الحاجه عندنا في المكان دوت مثلا شغاله 100 100، اي افيه او اي نكته كده تخلي الناس تضحك، فيبقى ايه بتشيل التوتر اللي بيحصل في الاودينس، وفي نفس الوقت بتوجههم ناحيه الايه، مش ان في مشكله حصلت والايه الناس اللي ما عندهاش باك اب ديت، او يقولوا يعني ينقدوني او ينقدوا المكان، لا هو لما نوجههم ناحيه الهزار والضحك هنلاقي الناس ايه عدت الموضوع، محدش علق بحاجه سلبيه تاثر عليا اصلا بعد كده. البلاندرز اللي هي ايه الهيومن ايرور، يعني انا كانسان حصل لي حاجه بقى.
if you lose your place يعني ايه؟ يعني وانا واقفه ما بقيتش عارفه انا فين، فاحسن حاجه ارجع لورا، ارجع ال previous point، اشوف ال point اللي قبل كده. لو تلاحظوا ان انا في بعض الاوقات بعمل كده، ابقى شايفه كده حسيت ان انا تهت مثلا منكم وسرحت مثلا، ولا اتكلمت في حاجه كتير قوي فنسيت انا كنت بتكلم في ايه، فتلاقوني برجع شويه سلايد قبليها عشان اشوف ايه اللي حصل اعرف اكمل عليه. لو انا معايا نوتس وحطها قدامي بحطها قدامي ابص عليها، بحط اوتلاينز مثلا، احط اوتلاينز كده في النوتس ديت، ان انا مثلا هنا بتكلم سلايد الاولانيه بتكلم عن حاجه، سلايد الثانيه بتكلم عن حاجه. اسال الاودينس ساعدوني، اقول لهم انا واحنا انا كنت فين يا جماعه، قولوا لي كده انا كنت فين، مفيش مشكله خالص ان انا اقول لهم كده. لو احنا لسه برضو بعد كل اللي عملناه ده لسه يعني لسه ناسين احنا فين، افكر بقى في سبيك كونستراكشن. سبيك كونستراكشن يعني انا اشوف ايه سبيتش سوري كونستراكشن، اغير الكلام اللي انا كنت بقوله بشكل مختلف شويه لحد ما افتكر ايه اللي حصل. لو انا بقى ابيض بقى خالص لو مفيش قول اي حاجه، اي حاجه ليها علاقه بالايه بالكلام اللي احنا بنقوله، او بالاودينس او بالاوكيجن نفسها. يعني يا جماعه انتوا فاهمين؟ طب انا على فكره مثلا البرزنتيشنز حاجه كده جت في دماغي اقولها لكم، بعيد عن البرزنتيشن، بعيد عن البرزنتيشن اللي احنا شغالين فيها، من ضمن اهم حاجه من ضمن البرزنتيشن سكيلز ان احنا نعمل اي كونتاكت. ان انا لو بصيت في عين الاودينس بتاعتي كلهم هعمل انجيجمنت معاهم، فبالتالي انا خلاص كده عرفت اوصل ليهم. فانا كده بحكي لكم حاجه بعيد عن الكلام اللي انا بقوله دلوقتي، بس عشان انا ايه بقيت إيه؟ مره واحده وقفت مش عارفه اتكلم، ابص تاني على النوتس بتاعتي، او ان انا بقى ايه اخر حاجه بقى خلاص وصلت لاخري بقى خلاص. الكلام ده كتير بيحصل مع الطلبه لو حد بيمتحن فعلا وصل لاخره خلاص، معلش يا جماعه انا اسف ايه انا مش قادر، انا فصلت، انا دماغي وقفت، محتاجه بس دقيقتين كده اراجع الدنيا واجي تاني. ولو يعني المفروض لو الواحد هدي يعني يقدر يرجع تاني بسهوله ان شاء الله. وبعدين اخر حاجه نشوف الاتيتيود بتاعنا، ان انا اركز ان انا مش لازم تبقى كل حاجه بيرفكت، انا بخدم الناس او بخدم الاودينس بتاعي. يعني انا هنا جايه علشان خاطر افهمكم الماده، اشرح لكم الحاجه، مش علشان خاطر ابين ان انا شاطره. او فهو ده حتى الهدف، لو انت في امتحان انت رايح تبين للدكتور الحاجه اللي انت عملتها والشرح بتاعك وسوري الشغل بتاعك تبينه عشان تفهمه انك شاطر، بس مش هو ده الهدف الاساسي. الهدف الاولاني ان انت تعرض حاجتك. التقييم انت اكيد خدته بشكل او باخر قبل كده قبل البرزنتيشن، لان اكيد قبل البرزنتيشن وانت كطالب في حاجات خدت درجات في حاجات تقييم قبليها، فمش هو البرزنتيشن الاخيره هي دي. ونفس الكلام في الدكتوراه ونفس الكلام في الماجستير، يمكن يكون في البرزنتيشنز بتاعت الشغل شويه، بس حاجات الشغل ما بتبقاش فيها التوتر الجامد ده، لان شغل حاجه رايحه جايه، حاجه تتقبل حاجه تتعرض، ما فيهاش ما بتبقاش فيها ضغط جامد قوي زي ما تكون تبقى طالب بتمتحن. يعني بالمي شيبس زي ما قلنا الحاجات اللي هي ايه خارجه عن اراده الانسان، محتاج ان انت تعرف من قبليها برضو. يعني لو في حاجه في المكان بتروح وانت بتعمل انفستيجيشن للمكان قبل ما تروح، تعرف بقى فين الخروج بتاعت الطوارئ، فين ولعات الطفايات، فين التليفون لو حصل مشكله. لو وممكن برضو لما يحصل مشكله تقول للاودينس بتوعك، يعني تقول مثلا يا جماعه في دلوقتي جرس الابزار ضرب، احنا محتاجين نتصرف، في حد عنده فكره ممكن يساعد ازاي؟ برضه من ضمن الحاجات اللي ممكن يعني دي حاجه تفيدنا يعني في اي حاجه خالص، لو نتعلم اسعافات اوليه عموما، يعني سواء CPR او هاملك، الحاجه بتاعت هاملك دي اللي هي بتاعت الاختناق، او ازاي حد كسر او جرح. بصراحه دورات الاسعافات الاوليه مهمه جدا 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 لاي حد ليكوا في الحياه، يعني بعيد عن اللي احنا بنقوله دوت، مهمه لاي حد تعملها، لان ممكن تنقذ حياه ناس كتير قوي. في كتير قوي في جامعات كليات الطب سواء القاهرة، يعني أنا متأكدة إن كان فيها في القاهرة، مش عارفة عندنا فيه ولا لأ لغير الدكاترة يعني، بس ممكن تسألوا يعني في حتت كتير قوي هتلاقوا دورات الإسعافات الأولية دي. بس طبعا أكيد مش في الفترة الحالية اللي احنا فيها دي، ربنا يا رب يرفع عنا الوباء والبلاء إن شاء الله. كلمة أخيرة
انت المسؤول عن البرزنتيشن، وانت اللي انت اللي انت اللي في ال انت اللي ماسك الليله يعني. ف التصرف بتاعنا لاي حاجه unexpected مش موجوده بيقول كتير قوي علينا. فلو انا حصل ان انا اتلخبطت واتلجلجت ومش عارفه ايه واتوترت زي ما انا عملت كده في الاول، عيطت يعني، بس ما عيطتش قوي يعني جوه البرزنتيشن، عيطت بعديها كتير. بس الواحد كان لسه صغير ومش عارف وايه اللي هيحصل، ده هيأدي بقى ان انا ايه، في بقى chance للسكسس او لا. طيب ازاي بقى نعمل، احنا كده اتكلمنا عن presentation skills نفسها، ازاي نعمل بقى slides نفسيه؟ هنشوف دلوقتي points عن slides ازاي يعني، كل او يعني ايه tip يعني كلها، ونشوف الصح بتاعها ايه والوحش بتاعها ايه. فاول حاجه هنتكلم عن في اوتلاينز اللي هي بتاعتنا دي، هنتكلم عن السلايد ستراكشر اللي هو السلايد بيبقى شكلها عامل ازاي، هنتكلم على الفونتس، هنتكلم على الكالر، هنتكلم على الباك جراوند، هنتكلم على الجرافس، هنتكلم على السبيلنج والجرامر، وهنتكلم على الكونكلوجنز والكويستشنز. دول الحاجات اللي هنتكلم عليهم والمهم ناخد بالنا منهم في السلايدز كلها. فلازم يبقى في اوتلاين اول او ثاني سلايد من اول للتاني يعني، واحده او اتنين لازم يكونوا اوتلاين زي الاي سلايد اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي، اللي هو انا دي طبعا في لاج عندكم شويه على ما تظهر، بس اللي هي كتبت فيها كل الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها. ولازم نمشي بالاوردر اللي احنا كاتبين، ما ينفعش مثلا كاتبه لكم مثلا هنا هي سلايد ستراكشر، ما ينفعش الخمس الاول بعد كده السلايد ستراكشر. الاوتلاين بقى خد اقعد اكتب بقى الايه التفاصيل يعني، الرئيسي ده غالبا بتاع بيبقى بتاع التايتل فورم اللي هي البولتس دي، مش سنتنسز كتيره، مش جمل ورا بعض، من 4 لـ5 بوينتس بالكتير في السلايد الواحده. وافويد الوردنس اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده، ان انا اكتب كلام كتير بحط كي ووردز او كي فريزز بس، يعني حاجات بسيطه ايه بتتكتب في السلايد عشان ما يبقاش كتير. طب تعالوا نشوف بقى الوحشه بقى، السلايد ستراكشر الغريبه. شايفين الستراكشر دي السلايد دي، انتوا دلوقتي هتلاقيكم عايزين تقعدوا تقروا الكلام دوت، وفي نفس الوقت انا بتكلم مش هتركزوا، لا انتوا هتركزوا في القرايه ولا هتعرفوا تقروا. طيب ما ينفعش اكتب كلام كتير قوي كده في الايه في الستراكشر في السلايد. تعالوا نقرا الكلام ده بيقول ايه. This page contains too many words for a presentation slide. ده بقى لو انا ايه، لو تفتكروا في الاول قلت ما نقراش السلايد، انا لو جيت قعدت This page contains too many words for a presentation slide. It is not written in point form, making it difficult both for your audience to read and for you to present each point. ولو كملت بقى بالنظام ده لا انتوا هتفهموا ولا هيبقى في حاجه، ما ينفعش اقرا الكلام ده. هو في الاخر بيقول ان احنا الكلام دوت البوينتس دي السلايد دي ما ينفعش تتحط خالص، زي ما احنا لازم الناس هتتلخبط وهيبقى كتير قوي وهتاخد وقت اصلا في ان انا اشرحها. وانا نفسي لما اجي ابص على حاجه زي ديت يعني، انا كمحاضر يعني لما اجي ابص على حاجه زي دي عيني اصلا يعني، لو انا نسيت، لو انا كنت بلانك او زي الفتره اللي فاتت زي البوينت اللي احنا كنا بنتكلم عليها قبل كده دي، مفيش حاجه هتشدني. لكن لو انا كاتبه زي السلايد اللي هي الكويسه دي بوينتس كده، انا هعرف اشرح، لان انا لو نسيت عينيا هتيجي على بوينت محدده وخلاص هعرف اكمل شرح. لكن هنا فين بقى اللي انا وقفت فين بالظبط عند في الكلام ده. طيب دي سلايد ستراكشر كويسه، شو وان بوينت ات تايم. شايفين هي طلعت فاضيه في الاول كده، باينه عندكم ان شاء الله. انا هستنى يعني ثانيتين كده عشان الديلي اللي عندكم. سلايد ستراكشر دي فاضيه، وانا بعمل انيميشن ان انا بظهر كل بوينت في وقتها، ما بظهرش كل البوينتس زي اللي فاتوا. لو انا عايز اتكلم عن حاجه ليه بقى؟ عشان خاطر هتساعدكم ان انتوا تركزوا وتشوفوا ان انا بقول ايه، يعني انتوا دلوقتي مركزين في البوينت اللي انا بتكلم فيها دي. لو كانت البوينتس اتعرضت زي قبل كده هيخليكوا عينيكوا ايه تجري بسرعه على الكلام التاني عشان خاطر تقروه. اهو reading ahead، انتوا هتقروا قبل ما انا اقول، هيخلي الناس هتخلي البرزنتيشن نفسها محدده، يعني انتوا باصين في الكلام دوت خلاص انا بتكلم في الحته دي. طبعا دي
يعني اللي هي اللي احنا بنقول عليها دي، دي التيب يعني، تيب معينه. لكن احنا هو شغالين في البرزنتيشنز الثانيه بنعرض الحاجات كلها، مش مشكله قوي في الموضوع ده. في بعض الحاجات محتاج ان انت تعملها one point at a time، في بعض الحاجات لا، مش مشكله لو انت over يعني reading ahead، يعني مش مشكله خالص. طيب الباد بقى ان انا طلعتهم كلهم مره واحده كده، هو ده المفروض انه يبقى ايه، باد. او ان انا استخدم الانيميشن مزعجه، وان انا اعمل بقى كذا انيميشن يعني يبقى كتير قوي، يعني انا بقى اجيب واحده تنزل من فوق، واحده تنزل من الجنب، واحده تنزل من هنا، واحده تعمل لي بومب كده، واحده تطلع نجمه، واحده مش عارفه تطلع قلب، الحاجات اللي هي الايه الغريبه اللي بتبقى موجوده في الانيميشنز دي. فانا مش محتاجه ان انا اعمل برزنتيشن انيميشنز تتعب العين، ومش عايزه اعمل انيميشنز كتير اصلا. يعني يفضل اصلا ما يبقاش في انيميشن، اللي هو يبقى فيه البوب اب اللي هي زي اللي فاتت ديت، وان انا لو استخدمت انيميشن في شكل معين، ان مثلا العنوان يطلع بطريقه معينه، والتاكست نفسه يطلع بطريقه معينه، يفضل معايا في كل السلايدز. طيب الفونتس، هنستخدم ال 18 فونت، ال 18، وهنستخدم different points different fonts للايه، للبين بوينتس والسكندري بوينتس. يعني ايه؟ يعني العناوين بحاجه والكلام نفسه بحاجه، ولو في حاجه الكلام نفسه محتاج ان انا اخش مثلا تحتيه ببوينت كمان بيبقى مختلف. فمثلا ان الفونت ده 24، المين بوينت كانت، يعني الفونت اللي بكتب بيه اللي بقول بيه الجمله دي، ده كان 24، المين بوينت اللي قبليها كان 28، فرق بسيط قوي، لكن التايتل كان 36. ولازم نستخدم ستاندرد فونت زي ايه، زي اما التايمز نيو رومان او الاريال، هم دول الاثنين اللي بيستخدموا في الحاجات البروفيشنال يعني، او في اي برزنتيشن عموما بتبقى افضل للعين. تعالوا بقى نشوف الايه السلايد اللي هي الفونت فيها اي كلام. بصوا كده السطر الاولاني ده فونت صغير جدا، انتوا ممكن ما تقدروش تقروه، انتوا يمكن دلوقتي عشان معاكم الموبايل مثلا او قاعدين قدام اللابتوب على طول، ممكن تقروه بسهوله. لكن لو الكلام ده في قاعه كبيره قوي، الناس اللي ورا خالص في اخر صف زي ما قلنا مش هتقراه، حتى لو عاملين المسافه مظبوط. والكابيتالايزيشن ان انا اكتب كله بالكابيتال ده، ده بيبقى صعب جدا في القرايه، ما بيبقاش كويس للعين خالص. انا ما بعملش كابيتال الا لو انا محتاجه حاجه معينه، كلام معين لازم يتكتب كابيتال، اختصارات بتاعت حاجه، عايزه اعمل امفسايز لكلمه معينه، او عايزه اركز على كلمه معينه تبقى في الكابيتال. والخط الاخير، الفونت الاخير ده كومبليكيتد قوي، يعني مضغوط في بعضه مش باين منه خالص حاجه، محدش هيعرف يقراه بسهوله لو تخيلوا لو كل السلايد مكتوبه بالخط ده. طيب الالوان، محتاجين اللون بتاع الكلام يبقى مختلف عن الباك جراوند، ويبقى كونتراست. يعني لو اسود او كحلي زي ما احنا، ازرق غامق زي ما احنا عاملين كده، او لو الخلفيه صفراء يبقى الكلام كحلي، او لو الخلف مثلا لبني فاتح يبقى الكلام اسود، يعني حاجه تبقى تعمل كونتراست يبان مع بعض. ومحتاج الالوان زي ما قلنا ان انا اعمل انفسايز لكلمه معينه، زي مثلا الاخيره دي but only use this occasionally، يعني occasionally انا عايزه مش محتاجه ان انا اعمل الكلام ده كتير، يعني الكلام ده يستحسن ما يتعملش كتير، فانا عايزه اقول لكم ان هو لازم يتعمل occasionally، فحطيتها بلون تاني. وبعدين ان انا ممكن استخدم الالوان بحيث ان انا يعني ابين اللوجيك بتاع الترتيب، يعني احط مثلا التايتل بلون وبعديه اللي بعديه بلون تاني بلون اخف شويه، فيبقى التايتل الكبير بلون مثلا تقيل، اللي بعده بلون خفيف شويه، فيبان ان ده جزء من ده. طب تعالوا بقى نشوف تخيلي السطرين الاصفر اللي فوق دول محدش يعرف يقراهم خالص حتى لو من الموبايل خالص، ولما احط كذا، يعني شايفين السطر اللي بعده البوينت اللي بعدها، لما احط كذا لون كاني بعمل ديكوريشن، ده برضه هيشتت العين خالص. لو انا بعمل كل بوينت بلون مختلف، ده برضه ملوش اي لازمه تماما. لو انا بعمل خط لون مختلف للسكندري بوينتس برضه ما ينفعش، فيبقى انا ما استخدمش فونت ما يعملش كونتراست مع الباك جراوند، ما استخدمش فونت سوري كولر كولر يعمل كونتراست مع الباك جراوند، ما استخدمش كولر عشان خاطر يبقى فيه ديكوريشن، عشان انا بزين البرزنتيشن بتاعتي، فيبقى يتعب العين.
ما استخدمش كل بوينت تبقى ليها كولر لوحدها، ما استخدمش السكندري بوينت تبقى ليها كولر لوحدها. واخر سطر ده جميل جدا طبعا. الوان تكنيكولر، الوان الطيف، بيقولك يعني انت لما هتحاول تبقى كرييتيف يعني ده مش حاجة حلوة قوي يعني في البرزنتيشن. طيب الباك جراوند بقى، الخلفية بتاعتي دي خلفية بيضة اهي، والكلام ايه، وكلام مكتوب عليها بالكحلي، ف والاسود او الجراي، فده عامل كونتراست، فانتوا شايفين كويس. مش عايزين بقى الخلفيات اللي بيبقى فيها حاجات طالعة من الجناب وحاجات مش عارفة ايه. احنا شايفين، بصوا هنا في اللوجو بتاع الكلية فوق على الشمال، واللوجو بتاع الجامعة على اليمين، وخلاص. بس مش محتاجين بقى ايه، وردة من الجناب، وردة مش عارفة من فين، خط من تحت، حاجات كده يعني. لازم تبقى سيمبل يعني، يعني حتى لو في خط خطوط وحاجات، لازم تبقى حاجات سيمبل ما فيهاش تشتيت كتير. يفضل طبعا الاحسن خالص ان الخلفية فعلا تبقى بيضة، يعني ده افضل حاجه. ممكن يبقى فيها الوان خفيفه او حاجه، بس نراعي الايه، الفونت، وان نفس الباك جراوند دي تبقى ماشيه مع كل السلايدز، ما نقعدش نغير بقى في كل ايه، في كل كام سلايد بشكل معين. ده بقى مثلا تخيلوا ان دي باك جراوند، يعني توجع العين جدا جدا ومحدش يعرف يقرا اصلا. تخيلوا ده بقى الايه، دخلنا في النص كده. ده ما يعني اللي بيحصل دوت، ده ما يعني ما ينفعش في برزنتيشن خالص. ده ممكن يتعمل مثلا، حتى الالوان دي ما تنفعش للاطفال، بس دي ممكن تعمل في حاجه انيميشن للاطفال، يعني حاجات تنزل من فوق، حاجات تيجي من تحت، مش عارفه ايه، عشان خاطر انا بشدهم للاشكال. لكن حد بيقرا وحاجه بروفيشنال وحاجه بتتقدم او حاجه في امتحان، طبعا الكلام ده ما ينفعش. طيب الجرافس بقى، لو انا عندي ارقام محتاجه ان انا اعرضها، الأرقام ممكن تتعرض بطريقتين، يا إما، أو عموما ثلاث طرق، يا إما أرقام في جول، يا إما أرقام في جرافس وتشارتس، يا إما إن أنا أكتبهم، بكتب بشرح ده مش عارفة إيه إز إيه. طبعا الكلام ده طبعا هيبعد خالص، لأن معنى إن أنا أكتب كلام، إن أنا يا إما أكتبه في بوينتس، أوكي، يا إما أكتبه في باراجرافس، ودي مش هتنفع معانا هنا. فالجرافس اسهل جدا ان انا ايه، ابين الداتا بتاعتي وافهمها والناس تشوفها وهي فيجوال، فما فيش يعني اسهل حاجه. بس لازم احط ايه، تايتلز بقى للجرافس، وكل حاجه، كل الحاجات اللي محتاجه ان انا انها تبان على الجراف لازم تكون محطوطه. فده مش جراف يعني، ده شكل كده، ده تيبل. الناس عشان تعرف توصل للكلام، مش هتبقى يعني، عشان انا اجي اقول لهم وانا لاحظت ان في شهر مارس كانت البلو بولز كانت كتير قوي، كانت اكتر حاجه في الدنيا كانت 90، فهم هيضطروا عشان يشوفوا 90 ديت، عشان يتاكدوا ان 90 ده اكبر رقم، هيضطروا يبصوا على كل الارقام اللي حواليه ويتاكدوا، ممكن عينيهم ما تعرفش تجيب، فهتاخد وقت ليهم عشان يفهموا. في حين ان انا لو شفت الكلام دوت، هم شاف ايه، ان البولز، بلو بولز موجوده على اليمين كده لونها لبني، هيبصوا على اللبني، لقوها ان اللبني اكبر حاجه في مارتش، فخلاص كده، يبقى هم كده عرفوا ان ايه، حتى مش محتاجين يبصوا على الرقم اللي 90، او لو حبوا يبصوا هيبصوا على طول خالص. فالجرافس يعني بتوصل المعلومه بطريقه سريعه قوي، وتسهل عليك الشرح. طب الجراف ده شكله وحش ليه بقى؟ اولا انا حاطه جريد ورا، عامله الالوان جريدنج، شايفين في اللي قبليه ما كانش فيه الجريد الكبيره قوي دي، اللي هي كل النقط، والالوان كانت ثابته، يعني الوان ثابته. هنا الالوان اللي فوق فاتح، واللي تحت غامق، واللون التاني برضو في جريدنج كده، فيبقى انا والفونت صغير جدا، مش شايفين اصلا الارقام يمين ولا شمال. التايتل از ميسنج، لو خدتوا بالكم هنا مفيش تايتل، لكن هنا item sold in first quarter of 2002، اللي هو الجراف الاولاني، انا هشوف الحاجات اللي اتباعت في اول كوارتر من 2002، هي دي كان شهر مارس اعلى حاجه. هنا هو شهر مارس فعلا اعلى حاجه، بس انا مش عارفه اولا ان هو مارس، ومش عارفه هو رقمه كام، ومش عارفه اصلا ايه ده، ومش شايفه ان هو ده، ان هي دي بتاعت الكور الزرقاء ولا الحمراء، يعني مش عارفه كل الكلام ده.
فيبقى الجرافس الكويسه ان الماينر جايد لاينز دي مش موجوده، الفونت كان يكون صغير قوي، الكالرز تبقى ايه لوجيكال يعني الوان غريبه ويبقى فيها شيدنج، والتايتل يبقى مش موجود. طيب اخر حاجه بقى السبيلنج اند جرامر، مش اخر حاجه يعني، الحاجه اللي بعد كده السبيلنج والجرامر. نحتاج ان احنا بعد ما نخلص السلايدز بتاعتنا نعمل بروف ريدنج، يعني نقرا تاني كده ونشوف لو في ميستيكس، لو في كلمات متكرره، لو في اي حاجه في الجرامر بايظه، ممكن نستعين بحد عشان خاطر يصلح لنا الكلام دوت لو احنا الانجليش بتاعنا مش جامد قوي، او الوورد والحاجات، ممكن ناخد الحاجات يعني حاجات الاوفيس كلها بيبقى فيها جرامر تشيك وسبيلنج تشيك، بس في بعض الحاجات ما بيبقاش عارفها لو انا بكتب بوينتس او لو يعني كده، محتاجه ان انا حد يساعدني بقى، استخدم حد يساعدني. لازم اكتب سلايد كونكلوجن في الاخر عشان ت ت ت يعني تلخص كل اللي فات، ونقول الشغل اللي بعد كده هيبقى ايه، يعني انا بعد كده هعمل ايه. ودي بتبقى يعني زي ايه، يعني الناس دايما بتسمع او بتفتكر اخر كلام احنا بنقوله، يعني انتوا دلوقتي هتلاقيكوا فاكرين انا بقول ايه عن الجرافس غير عن بقول ايه مثلا في اول حاجه خالص اللي هي كونكت، لما بقول لكم كونكت with people دي هتلاقيكوا نسيتوها شويه عن ان انا بقول لكم بالكلام عن الجرافس. فيبقى نخلي دايما اخر حاجه الكلوزنج، يعني التقفيله بتاعه الكلام تبقى ايه، افكتيف مؤثره وقويه. ولازم اعمل سلايد في الاخر اكتب فيها questions علشان خاطر الناس، بدعو الناس يعني بقول لهم انا مستعد ان انا اقبل الكويشنز، و محتاج ان انت يعني وقت الكويشنز دوت تعمل لهم فيجوال ايد، يعني اما حاجه بسيطه كده عارفين زي السكرين سيفر كده، حاجه كده تبقى ايه بسيطه يعني، او حاجه او جراف كبير مثلا، او حاجه مثلا تلخص البرزنتيشن كلها لو انت مثلا عامل خريطة ذهنية مثلا، ولا تلخيص بشكل معين او جراف معين او صورة معينة بتشير للموضوع تحطها في الاخر. واهم حاجة ان انت ما تقطعش البرزنتيشن فجأة، يعني ما جيش بعد ما خلص كده، يعني دلوقتي انا المفروض ان انا دي اخر 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 سلايد عندنا في المحاضرة، ما ينفعش اخلص كده واقف وبعدين لا، انا اقول لكم كده خلاص يا جماعه، يبقى احنا كده بعد كده اجي بقى الم لكم الموضوع ان احنا اتكلمنا في جزئين، في الجزء الاولاني بتاع البرزنتيشن سكيلز والجزء الثاني بتاع الباوربوينت برزنتيشن. الجزء الاولاني اتكلمنا عن ازاي نتعامل مع ازاي اقدم البرزنتيشن نفسها، وازاي ابقى مستعده واعمل ايه مع الاودينس، ولو حصل حاجه، لو حصل مشكله في المكان اللي اعمله، ان انا اكون محضره المكان قبل كده وعندي ثلاث مشاكل. المشكله الاولانيه ممكن تبقى في الميكانيكال، في الحاجات الميكانيكال، المشكله الثانيه ممكن تبقى في الهيومن، المشكله الثالثه ممكن تبقى في الامرجنسي الخارجه عن ارادتي. وبعد كده اتكلمنا عن البرزنتيشن نفسها الباوربوينت سلايدز، اتكلمنا ان انا عن ايه، عن الفونتس وعن الاستراكشر وعن الكولر وعن الجرافس وعن الباك جراوند، وعملنا على الكونكلوجن وعن الكويشنز، وعرفنا كل حاجة فيهم ايه الأحسن وايه الأوحش فيهم. وبكده نكون خلصنا محاضرتنا النهاردة وآخر محاضرة في الترم، كل سنة طيبين، وربنا يستر كده ونعرف هتمتحنوا ازاي وامتى وفين والكلام ده كله، وربنا يحفظكم ويحفظنا ويبعد عننا الوباء والبلاء ان شاء الله.